سؤال من شقين: هل يجوز صيام الست من شوال قبل أيام القضاء، وخصوصا إذا عسر الأمر على النساء؟ هل يجوز دمج النية بين القضاء والست من شوال في الصيام؟ يعني المسائل تحتاج، لو سئلنا عن رمضان أحسن، هذه مسائل عقب رمضان، لكن العلماء يقولون في قواعدهم: المفتي أسير المستفتي، فأنا أسيركم، أنا أسيركم وأتكلم بالذي تسألوني عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح في صحيح مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. المرأة قد تفطر شهر كاملا وتطهر في بدايات شوال أو في منتصف شوال، فتحتاج تصوم 6 أيام. والقضاء الراجح من قولي العلماء، ويجهل هذا للأسف كثير من الناس ولا سيما النساء، القضاء واجب على الفور. يعني من أفطر لعذر فيجب عليه أن يقضي ولا ينتظر، لأن الأصل في الأوامر أنها على الفور. يعني لو أن سيدا أمر عبده فقال: اسقني ماء، فأتى له بماء بعد ساعة أو ساعتين أو 4 ساعات أو ثاني يوم، استجاب؟ ما استجاب، لأن الأصل في الأمر، الأصل في الأمر أن يكون على الفور، الأصل في الأمر أن يكون على الفور. فإذا الأمر أردنا ألا نجعله على الفور، نحتاج إلى قرينة، نحتاج إلى ضميمة، نحتاج إلى إذن من الشرع بأن نؤخر. فالأصل في الأمر أنه واجب على الفور. لا، أنا بعض إخواننا طلبة العلم سيقولون لي: ألم تقل عائشة: كنا نقضي ما فاتنا في رمضان في شعبان؟ عائشة تقول كنا، يعني أنا وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نقضي ما فاتنا من رمضان بسبب العذر الشرعي للمرأة الحائض. كنا نقضي ما فاتنا من رمضان، وين يقضوا؟ في شعبان. يعني بعد كم؟ بعد 11 شهر. شعبان قبل رمضان بشهر، الشهر الثامن في السنة الهجري، ورمضان الشهر التاسع في ترتيب الأشهر. نقول لمن يعترض هذا الاعتراض: أكمل مقولة عائشة، أكمل مقولة عائشة. فعائشة تقول رضي الله تعالى عنها: كنا نقضي ما فاتنا من رمضان في شعبان ننشغل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أن عذر التأخير في القضاء أوسع في الشرع من عذر الفطر. عذر التأخير أوسع عذر الفطر. النبي صلى الله عليه وسلم كثير الغزوات، كثير الأسفار، كثير الوفود، كثير الأضياف. فعائشة تقول: سبب تأخيرنا كنا نحن مشغولين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحالي وحالك، كحال نساءنا اليوم. نساء اليوم مشغولات بالفتوحات واستقبال الوفود الذين يأتون النبي من كل مكان، فحق للنساء اليوم يتأخروا. بعض النساء اليوم بيقضوا في بعد رمضان، بعد ما يدخل رمضان بيقضوا بعده. يقول لك: يا شيخ، إذا أفطرت، إذا قضيت السنة اللي بعدها علي شيء؟ وهذا قطعا حرام. فالواجب على المرأة أن تقضي على الفور. طب كيف المرأة تقضي على الفور والشرع رغبها بأن تصوم 6 من شوال؟ بعض أهل العلم قال: إذا وقع هذا التداخل وقضت على الفور لأنها تعتقد أن القضاء على الفور، وكان من عادتها في غير مثل هذه الحالة لما كانت ما يأتيها عذر تصوم 6 من شوال، لو أنها فحالها كأنها صامت 6 من شوال.
والأصل في العبد أن يؤدي الفريضة قبل النافلة. وهذه علة الناس المتدينين تدين عاطفي، بعمل إفطار وبدعي الفقل مثلا 400-500 دينار إفطار للناس وده طيب، لكن بترك زكاة المال، ما تطعم الناس وزاد زكاة مالك. طعام الناس سنة، زكاة المال ركن من أركان الإسلام. فإذا أردت أن تصنع شيئا، إذا أردت أن تصنع شيئا فيه طاعة وفيه أجر فليكن هذا بعد الفرائض، فليكن هذا بعد الفرائض. بعض الناس بزعل إذا ما صلى التراويح، وقاطع رحم، قاطع رحم، قطيعة الرحم أمر طبيعي جدا. والله تترك التراويح وتروح تقضي على رحمك، تقطع يعني تقطع هذه القطيعة وتعود أحسن. فعلى المطلوب أن تجمع بين الأمرين، المطلوب تجمع بين الأمرين، يعني تجمع بين السنة وبين الفريضة. وكان أبو بكر يقول في خطبه كما عند ابن أبي شيبة وأبي عبيد وجم، كان يقول إن الله إن لله تعالى أوامر بالليل لا يقبلها بالنهار، وأوامر بالنهار لا يقبلها بالليل، وإن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، وإن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. فأنت يا من تحرص على النوافل جزاك الله خيرا على حرصك، ولكن الواجب عليك أن تحرص على الفرائض، وأن تعبد ربك بفقه وبعلم. فالأصل في المرأة أن تقضي على الفور، والأصل أن تقدم القضاء على صيام شوال.